السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل كيك الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. مش هتصدقوا ان الكيكه التحفه دي من غير بيض ومن غير لبن، يعني لو عندك بس دقيق في البيت هتقدري تعملي بيها احلى تحليه. اتمنى ان هي تعجبكم. اول حاجه بعملها بجيب بوله، هحط فيها كوبايه ونص من الدقيق، هحط عليها كوبايه من السكر، هحط عليها 3 معالق كبار من الكاكاو، هحط عليها رشة من الملح، هقلبهم كويس مع بعض. بعدين هضيف لها 1/2 كوباية من الزيت، وبعدين 1 كوباية من الخل، وهحط عليهم 1.5 كوباية من المية تكون دافية. بعدين انا ضفت هنا باكو من البيكنج باودر، مفروض اضيفه مع المواد الكافة بس انا نسيت، بس ما جراش حاجة، عادي برضو كانت تحفة جدا. وبعدين بقلب كل المكونات مع بعض، هي مكونات سهلة وبسيطة جدا، لحد ما يبقى الخليط بالشكل ده. هجيب صينية وهضيف فيها خليط الكيك، بيكون بالشكل ده، هدخله الفرن على درجة حرارة 180، هي قعدت 1/2 ساعة، بيكون ده شكلها. اختبرتها ولقيتها استوت بجد، تحفة جدا، سهلة بمكونات بسيطة، هي كده بتكون جاهزة من غير اي حاجة، طعمها حلو قوي. بس انا كان عندي شوكولاتة دوبتها في شوية من اللبن، هحطها عليها فوق الوش، لكن الكيك من غير حاجة طعمه حلو جدا بجد، هيعجبكم ان شاء الله. وبعدين كان عندي بواقي من الكريم شانتي، انا حطيته في كيس كده وهعمل بيه خطوط طولية على الكيك كله بالشكل ده. وبعدين هجيب عود الشيش طاووق او اي سكينة، بعمل كده خطوط عكس بعض بتدي شكل حلو. او ممكن برضو شوكولاتة بيضة لو عندك، التزيين ده بيبقى حسب الرغبة، حلوة جدا وبجد طعمها حلو قوي وبمكونات بسيطة. هبدأ ان انا اقطع قطعة، بجد الكيك هش جدا وخفيف، تحفة جدا وطعمه حلو قوي، يا ريت تجربوها، وصفة حلوة واقتصادية. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها، وألف هنا لكل اللي جربها، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك. أسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.